أبو القاسم خلف ابن عباس الزهراوي المتوفى بعد سنة 400 هجرية و1013 ميلادية، المعروف في العالم الغربي باسم أبو الكاسز. عاش في الأندلس، ويعد من أعظم الجراحين الذين ظهروا في العالم الإسلامي، ووصفه الكثيرون بأبي الجراحة الحديثة. قد كرمته أسبانيا بإطلاق اسمه على أحد شوارع قرطبة القريبة من جامع قرطبة، اسمه أبو القاسم خلف ابن عباس الزهراوي، توفى سنة 1013 ميلادية 400 هجرية، معروف في العالم الغربي باسم أبو الكاسز. عاش في الأندلس، ويعد من أعظم الجراحين الذين دهروا في العالم الإسلامي، وصفه الكثيرون بأبي الجراحة الحديثة. كرمته أسبانيا بإطلاق اسمه على أحد شوارع قرطبة القريبة من جامع قرطبة. استعمل الزهراوي في علاجه آلات جراحية مبتكرة مثل العقافة والمبرد والكلالي، ومنها ما تدل ملامحه على أنها أسلاف بدائية للأدوات الحديثة المستخدمة الآن، منها مشرط البتر والمقص الذي لا يصدأ، ومشرط مفصل الركبة، ومشرطان مطليان بالنيكل، ومشرط ضيق صغير لشق الجروح، وكلاب وماسك شرياني، ومبعدة ذاتية لقاء جانبي الجرح مفتوحين أثناء العمليات الجراحية. أعظم مساهماته في الطب هي كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف، الذي يعد موسوعة طبية من 30 مجلدا، يجمع بين التعاليم الكلاسيكية في الشرق الأوسط واليونانية الرومانية، ويشرح الإجراءات الجراحية التي ظلت معروفة في أوروبا حتى عصر النهضة. القيمة العلمية للكتاب: أهم ما في كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف رسومات تمثل أشكال الآلات الجراحية، وقد نال الكتاب منزلة رفيعة عند الغرب في القرون الوسطى. يعد الزهراوي أكبر المرجعيات الجراحية في العصر الوسيط، وصفه دونالد كيمبل مؤرخ الطب العربي. تأثير الزهراوي على أوروبا: ألغت طرق الزهراوي طرق جالينوس، وحافظت على مركز متميز في أوروبا ل500 عام. في القرن الرابع عشر استشهد الجراح الفرنسي هيدي شولياك بكتاب التصريف لمن عجز عن التأليف أكثر من 200 مرة، ووصفه بيتر أوريلاتا المتوفى عام 1453 بقوله: بلا شك ورئيس كل الجراحين. كان أبو القاسم طبيب بلاط الخليفة الأندلسي عبد الرحمن الثالث الناصر، وكتب التصريف لمن عجز عن التأليف، وهو عمل طبي في 30 جزء، في حين أن الكثير من النص كان يعتمد على مصادر سابقة، وخاصة خلاصة الطبيب البيزنطي بولي إيجينينا في القرن السابع، إلا أنه يحتوي العديد من الملاحظات الأصلية، بما في ذلك أول وصف للهيموفيليا مرض النزيف الوراثي، ويشكل الفصل الأخير الذي يحتوي على رسومات لأكثر من 200 آلة أول عمل مصور مستقل عن الجراحة. في المقالة الأولى بهذا الجزء قال الزهراوي: حفظ الصحة على الأصحاء وردها على المرضى بقدر طاقة الإنسان. ومن مقولاته أيضا: لا تشرع بعمل أي شيء إلا إذا كنت واثقا أنه سيعود على المريض بنتيجة طبية، ويحدث الأطباء. وأوضح الزهراوي في مخطوطته الشهيرة أن الطب ينقسم إلى علم وعمل، والعلم ينقسم ثلاثة أقسام. علم بالأمور الطبيعية، وعلم بالأسباب، وعلم بالدلائل. وأخذ كل علم على حدة، حيث قال أن الأمور الطبيعية تنقسم إلى 7 أقسام: الأركان والأمزجة والأخلاق والقوى والأعضاء والأفعال والأرواح. ومن أقواله: اعلم أن فعل الغذاء في الأبدان بخلاف فعل الدواء، لأن الغذاء يستحيل إلى المغتذي ويتشبع به ويلبث معه وينمو من أجله، والدواء بخلاف ذلك لا يغتذي به البدن فلا ينمو به ينقصه، والغذاء أيضا يمر من باطن البدن إلى ظاهره وجميع أقطاره، والدواء يجذب الأخلاط من جميع أقطار البدن إلى باطنه.
الأمراض المعقدة، يتحدث في أحد فصولي عن الأمراض المعقدة، يقول الأمراض المعقدة 12 مرضا يحددها في قوله استرخاؤها وخروجها، البواسير والمواصير، خروج الدم، خروج القيح، الوجع، الشقاق، القروح، الكحة، الديدان الصغار، الداء الخفي، خروج البراز عند الجماع. يتحدث عن أمراض البواسير وعلاجها، يقول البواسير هي السآلل وهي فضول تدفعها الطبيعة إلى المقعدة وإلى مخرج كل رطوبة في البدن بالأنف والأذنين وأشفار العينين والشفتين، وتكون على دربين، تكون ناتئة وهي الأولى التي تسمى بالثآليل، ومنها غائرة غير ناتئة، والناتئة تكون منها صلبة ويكون منها رطبة على لون البدن، لا يرشح منها دم، لا يرشح منها دم ولا قيح، ويكون منها أرجواني تشبه الثوب في شكلها ولونها، ويكون منها مائلا إلى السواد مترهلا، وكلاهما يرشح منه الدم والقيح، مزمنة عسيرة البر، وحددها الأطباء بانتفاخ العروق. ويقول الزهراوي قد قلنا أنها عاسرة البر، فإن رأيت منها ما ينقاد العلاج فاقصد أولا إلى حسم المادة وتنظيف البدن، إن لم تكن هناك أعراض صعبة يخاف منها التلف بأن يسهله بالأدوية التي فيها القبض كالإهلي الأصفر والكائلي والهندي والبلبلج والأملج وما شابه ذلك، ويجتنب الإسهال بالأدوية الحارة كالصبري والسقهمونيا والفيرنيون والمازيريون وشحم الحنظلي والشرب ونحوها. مرض النواصير منها نافذ يخرج منها الريح ومنها غير نافذة لا يخرج منها الريح ولا تنجو، وعلامة الناصور ورم صعب صغير كالشعيرة ينبعث من تحت العصعص ويخرج في الفضاء أو في حلقة المقعدة، فينتفخ ويصير له فم صغير كعين الإبرة يسيل منه الدم أو القيح، دائما لا وجع له منه إذا انتفخ وبدأ يسيل، وعلاجها كعلاج البواسير. يتكلم عن الناصور العصعصي بتفصيل، يكاد يصف هذا المرض الجراحي. أمراض أرحام النساء، أمراض أرحام النساء 46 مرضا، سوء المزاج والورم الحار وحش الرحم والورم المتحجر والسرطان ونطوء الرحم وانقلابها وميلانها والنفح والقروح والدبيلة والأكلة والبواسير والثآليل وسيلان الرطوبة والرائحة الكريهة والاسترخاء وغيرها. ما لا نعرفه عن الزهراوي أنه لم يكن يجري أي عمل جراحي إلا تحت الإنارة الجيدة لوضوح الرؤية في ساحة العمل الجراحي، وكان يوصي باستخدام ضوء الشمس المباشر، ومن ذلك قوله في الفصل 18 وليكن عملك نصف النهار بإزاء الشمس، وكذلك في الفصل 35 العمل في أن تفتح فم العليل بإزاء الشمس. أما انقلاب الرحم فيكون إما من جرح تقدم أو من ورم حار قد صلب وتحجر، تعدس عن انقلاب الرحم، وعلاجه أن تجلس المرأة في الماء تطبخ فيه، قد طبخ فيه حلباء وخطمة وإكليل الملك والبابونج أو في ماء والزيت المطهوبين، ويضمد الرحم بالفارزج الفرازج الملينة، فإن أدمنت هذه العلة فينبغي أن تنجز بالراحة العطرية من أسفل، ويتحمل في القبل صوفة قد غمست في الزرفاء الرطب والنطرون وعلى البطن، وعلاجه أن تجلس المرأة في ماء الأدوية الملينة ويدخل في الرحم من مرهم الشحوب، ثم يدخل الطبيب الإصبع ورده عن الجهة التي مال إليها، يرد الرحم عن الجهة التي مال إليها، وكذلك علاجه أن يضع محجمة بنار عند الميلان فإنك تجدها، ثم تجلس المرأة في شراب قد طبخ فيه أدوية قابضة، وعلاج الإسهال من قبل انصباب المرة السوداء في المعدة أن يمنع مانع وكان الإمتناع صادر، ووضع المحاجم بالنار على الطحال ومضومة صفوف الأفتيمون والمبادرة إلى حشو شيء دسم لتقاوم به الحموضة. علاج ورم الثدي عند الرجال الذي يشبه ثدي النساء، قد ينتفخ ثدي بعض الناس عند مبلغ الحلم حتى يشبه ثدي النساء فيبقى ورما قبيحا، من كره ذلك فينبغي أن يشق على الثدي بشق هلالي، ثم اسلخ الشحم كله، ثم املأ الجرح من الدواء الملحم، ثم اجمع شفتي الجرح بالخياطة وعالجه حتى يبرأ،
فإن مال الثدي إلى أسفل واسترخى لعظمه كما يعرض للنساء فينبغي أن تسق في وجانبه العليا في جوانبه العليا شقين يشبهان شكلا هلاليا يتصل واحد منها بالآخر عند نهايتهما. ابتكارات الزهراوي. اخترع أبو القاسم الزهراوي المواد اللاصقة الحديثة والضمادات التي لا تزال تستخدم في جميع مستشفيات العالم. استخدم الخيوط الخياطة الداخلية للجروح إضافة إلى اختراعه للملاقط لاستخراج الجنين الميت واختراع جهاز طبي خاص يسمى الودكوا لكي الشرايين واستعمل القطن للسيطرة على النزيف واخترع الإبرة الجراحية. ولد الزهراوي في مدينة الزهراء وترجع أصوله الأنصار. عاش في قرطبة حيث درس وعلم ومارس الطب والجراحة ولم يتم الإشارة لاسم الزهراوي إلا من خلال كتابات ابن حزم الذي عده من ضمن أعظم أطباء الأندلس. أما أول من كتب سيرته الذاتية فهو الحميدي في كتابه جزوة المقتبس في ذكر علماء الأندلس الذي كتبه بعد 60 عاما من وفاة الزهراوي حيث قال عنه أنه من أهل الفضل والدين والعلم. قال عنه ابن أبي قصيبع كان طبيبا فاضلا خبيرا بالأدوية المفردة والمركبة جيد العلاج وله تصانيف مشهورة في صناعة الطب كتاب التصريف لمن عجز عن التأليف وهو أكبر تصانيفه وأشهرها وكتاب تام في معناه وصفه جوستاف لوبون بأنه أشهر جراح العرب ووصف عملية سحق الحصى في المثانة على الخصوص فعدت من اختراعات العصر الحاضر. تخصص الزهراوي في علاج الأمراض بالكي واخترع العديد من أدوات الجراحة كالتي يفحص بها الإحليل الداخلي والذي يدخل ويخرج الأجسام الغريبة من وإلى الحلق والتي تفحص الأذن وأول من وصف الحمل خارج الرحم عام 1963 كما أنه أول من وضع الأنواع المختلفة لأنابيب البزل وأول من عالج باستخدام أنابيب حديدة ومادة كاوية وهو أول من استخدم خطافات مزدوجة في العمليات الجراحية وأول من توصل إلى طريق ناجح ألوخ في النزيف بربط الشرايين الكبيرة. وقد وصف الزهراوي الحقنة العادية والحقنة الشرجية وملاعق خاصة لخط اللسان وفحص الفم ومقصلة اللوزتين والجفت وكلاليب خلق الأسنان ومناشير العظام والمكاوي والمشارط على اختلاف أنواعها. الزهراوي أيضا أول من وصف عملية القسطرة وصح فكرتها والمبتكر لأدواتها والذي أجرى عمليات صعبة في شق القصبة الهوائية وكان الأطباء قبله مثل ابن سينا والرازي قد أحجموا عن إجرائها لخطورتها. ذكر الزهراوي آلة دقيقة لمعالجة انسداد فتحة البول الخارجية عند الأطفال حديث الولادة لتسهيل مرور البول كما نجح في إزالة الدم من تجويف الصدر ومن الجروح الغائرة بشكل عام. الزهراوي أول من صنع خيطانا لخياطة الجراحة واستخدمها في جراحة الأمعاء وصنعها من أمعاء الماشية والقطط وأول من مارس التخيط الداخلي بإبرتين وبخيط واحد مثبت فيهما وأول من استعمل الفحم في ترويق شراب العسل البسيط وأول من استعمل قوالب خاصة لصنع الأقراص الدوائية حتى لا تغش الأدوية كان يضعها في قوالب ويكتب على كل كرسي اسمه وفيما يستخدم. وللزهراوي إضافات مهمة جدا في علم طب الأسنان وجراحة الفكين وكتب في تشوهات الفم وسقف الحلق وقد أفرد لهذا الاختصاص فصلا خاصا به شرح فيه كيفية قلع الأسنان بلطف وأسباب كسور الفك أثناء القلع وطرق استخراج جذور الضروس جروس الأضراس جذور الأضراس وطرق تنظيف الأسنان وعلاج كسور الفكين والأضراس النابتة في غير مكانها وبرع في تقويم الأسنان وفي التوليد والجراحة النسائية وصعف وضعية فليشر للولادة وأضاف إلى وصف طرق التوليد وطرق تدبير الولادات العسيرة وكيفية إخراج المشيمة الملتصقة والحمل خارج الرحم وطرق علاجة الإضهاد وابتكر آلة خاصة لاستخراج الجنين الميت وهو أول من استعمل آلات خاصة لتوسيع عنق الرحم وآلات لاستئصال أورام الأنف وهي كس النار وآلات لاستخراج حصات المثانة بالشق والتفتيت عن طريق المهبل. أول من بعث في التهاب المفاصل والسل في فقرات الظهر وأشار لاستخدام النساء في التمريض وأول من استعمل القطن لإيقاف النزيف كما صنع الزهراوي أول أشكال اللاصق الطبي الذي لا يزال يستخدم في المستشفيات إلى الآن. كتابه التصريف. أتم الزهراوي كتابه التصريف لمن عجز عن التأليف عام 1000 ميلادية وهو من 30 جزء
من الممارسات الطبية والذي جمع فيه العلوم الطبية والصيدلانية في زمان، والذي غطى نطاقا واسعا من الموضوعات الطبية، منها طب الأسنان والولادة التي جمع معلوماته على مدى 50 عاما من ممارسته للطب، واحتوى على وصف تشريحي وتصنيف لأعراض حوالي 325 مرض وعلاجها، والجوانب الطبية المتعلقة بالجراحة والجراحات التجميلية والصيدلة، إلا أن محتواه الأبرز كان في الجراحة. لقد قال عنه ابن حزم: ولئن قلنا أنه لم يؤلف في الطب أجمع منه ولا أحسن للقول والعمل في الطبائع لنصدقنه. والذي ترجمه جيراردو الكريموني إلى اللاتينية في القرن 12، والذي ظل يستخدم لخمسة قرون في أوروبا في العصور الوسطى، وكان المصدر الأساسي للمعرفة الطبية في أوروبا، واستخدمه الأطباء والجراحون كمرجع لهم، وظل الكتاب متداولا ويعاد طبعه حتى النصف الثاني من القرن 18. حل كتاب الزهراوي في الجراحة محل كتابات القدماء، وظل المرجع في الجراحة حتى القرن 16. وقد اشتمل هذا الكتاب على صور توضيحية لآلات الجراحة، وقد ساعدت آلات هذه على وضع حجر الأساس للجراحة في أوروبا. أهم ما صنع الزهراوي: وصف في كتابه أدوات الجراحة التي صنعها ورسمها وحدد طريقة استعمالها، وشرح ما يفسد الجراحات وما توقف عليه نجاحها. وقد وصف كتاب التصريف ما عرف بعد اسم بطريقة كوخر لمعالجة خلق الكتف ووضعية وولشر للولادة. وصف كذلك كيفية ربط الأوعية الدموية بخيوط من الحرير لإيقاف النزيف قبل إمبرازو باري، وهو أول كتاب يوثق أدوات طب الأسنان، وشرح الطبيعة الوراثية للهيموفيليا أو ما يسمى وقتها بالنحو. وصف الزهراوي كيفية استعمال الملاقط في الولادات الطبيعية، وصنع ملقة لاستخراج الجنين الميت من الرحم، كما وصف تقنية لاستئصال الجراحية للثدي. اخترع أكثر من 200 أداة جراحية. استخدم الزهراوي خيوطا من أمعاء القطط في الجراحات الداخلية، حيث أنها المادة الطبيعية الوحيدة التي تتحلل ويتقبلها الجسد البشري. اخترع الزهراوي أيضا ملقة جراحيا لاستخراج الأجنة الميتة، ووصفه في كتابه في علم الصيدلة. في علم الصيدلة كان الزهراوي رائدا في تحضير الأدوية باستخدام تقنية التسامي والتقطير. كان كتابه الذي ترجم إلى اللاتينية تحت اسم ليبر سيرفيتوريز له أهمية خاصة، لأنه يمد القارئ بالوصفات والشرح لكيفية تحضير عينات من عقاقير المركبة. قال عنه ابن أبي أصيبعة: إنه كان خبيرا بالأدوية المفردة والمركبة.